ينضم إلينا مجددا من الخرطوم اللواء أمين مجذوب الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. أهلا بك معنا عبر شاشة الغد. حضرة اللواء، كنت أسألك كيف تفسر هذه الاشتباكات التي نتابعها اليوم ولو أنها متقطعة رغم أعلان الهدنة بوساطة أمريكية سعودية هذه المرة؟ صباح الخير، مرحب بك ومرحب بالسادة المشاهدين. هذه الاشتباكات هي في المناطق الطرفية من بعض عناصر الدعم السريع التي تحاول الاحتماء بالمناطق السكنية، ولكنها قليلة نوعا ما باعتبار أن هذه الهدنة طرعها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي شهدت نوع من الهدوء العام بنسبة كبيرة جدا، والتزم الطرفان إلى الآن ما عدا تصرفات من بعض العناصر الموجودة من الطرف الآخر في المناطق السكنية وفي الأطراف. عموما خرج المواطنون الآن لتغطية حوائجهم الذين يريدون المستشفيات أو الجرحى أو حتى المواد التموينية في محاولة لتجهيز احتياجاتهم. وأعتقد أنه من الإيجابيات يمكن تمديد هذه الهدنة لتصبح ووقف إطلاق النار في الأيام القادمة حتى تمكن من وقف هذا الصراع المسلح. برأيك هل تصمد الهدنة هذه المرة، وما العوامل التي يمكن أن تؤدي لإنجاحها فعلا؟ العوامل هي طبعا وجود وسيط مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأفريقي وأيضا الأمم المتحدة، ده عامل كبير جدا لنجاح الهدنة. أيضا الثقة والطرفين التزموا بهذه الهدنة، ايضا محاوله معالجه القضايا الانسانيه التي اضحت الان في موقف حرج، سواء كان المستشفيات او العلاج او الاحتياجات التموينيه. وبالتالي هذه العوامل المجتمع اذا توفرت مراغبين من هذه الجهات من الامم المتحده من الاتحاد الافريقي لمراقبه الخروقات وللتواجد على الارض بيساعد كثير جدا في انه هذه الهدنه وامتداداتها يمكن أن تكون هدنة طويلة تؤدي إلى وقف إطلاق النار، قياسا بالفترات الماضية اللي كانت 72 ساعة أو 24 ساعة كلها تم خرقها لأنه الاشتباكات كانت في بدايتها، لكن الآن يمكن القياس على هذه العوامل لو توفرت. طيب، ذكرت أنه الوساطة الأمريكية تعطي بعض من التفاؤل بنجاح هذه الهدنة، برأيك ما الذي جعل الولايات المتحدة تتدارك الموقف وتتدخل فعليا لمساعي التهدئة؟ أولا للولايات المتحدة الأمريكية مصالح في السودان ومصالح في المنطقة من واقع مسؤوليتها الجيوستراتيجية، هذا الموقع مهم جدا للولايات المتحدة الأمريكية. وثانيا لا تريد ان يعني يحدث اي ريسك في هذه المنطقه يؤثر على الاقليم بكامله. هنالك دول محيطه بالسودان، دول حديثه تعتمد على السودان في الموارد والصادرات والواردات، وايضا هنالك تداخل غربي جغرافي مع دول جوار في شرق السودان وفي غرب السودان. وبالتالي اذا حدث اي خلل امني ربما يحدث خلل امني في الاقليم بكامله من الساحل الى شرق افريقيا. وهنالك لا ننسى بعض الجماعات الراديكاليه تنتظر ان تجد لها حاضنه في دول جنوب الصحراء بعد خروجها من الشام ومن العراق، موجوده في بعض النواحي الافريقيه. هذه الاسباب جعلت الولايات المتحده الامريكيه تحس بخطوره الموقف ومصالحها في المنطقه، وبالتالي تدخلت بقوه لهذه الهدنه، واتوقع انه يكون لها دور كبير جدا في المراحل القادمه. طيب، في الايام القادمه حتى يتم الوصول الى وقف اطلاق النار. في حال نجحت هذه الهدنة طوال الوقت المعلن لها 72 ساعة، هل يمكن البناء على صمودها للتوصل إلى محادثات فعلية بين الطرفين، علما أن كل من حميتي والبرهان كانا يسيران بمعادلة القصر أو القبر كما تابعنا في منذ بداية اندلاع هذه المواجهات؟
القوات المسلحة تعتبر الدعم السريع قوة تمردت تتبع للقوات المسلحة. التسوية السياسية كانت تنص على دمج قوات الدعم السريع داخل القوات المسلحة، وبالتالي عندما حدث هذا التمرد طبعا يعتبر أمر داخلي يحسم. لكن الآن بعد تطاول هذا الصراع العوامل الإنسانية كان لها دور كبير جدا في الاقتناع بأنه لا بد أن تكون هنالك هدنة. وأيضا يجب الدعم السريع أن يعلم أنه لن يكون نظير للقوات المسلحة بأي حال من الأحوال، وبالتالي يجب أن يعلم أنه لا بد من دمج قواته داخل القوات المسلحة وإنهاء هذا الموقف الذي يعقد من المسألة التحول الديمقراطي ومدنية الحكم وأشياء كثيرة جدا يعاني منها السودان الذي خرج من نظام شمولي بعد ثورة ديسمبر، والآن في حركته إلى الاستقرار السياسي والتسوية السياسية، وبالتالي مثل هذه الصراعات تعيد الجميع إلى المربع الأول وتؤثر على الإقليم بكامله. طب هل يمكن تقييم موازين القوى في هذه المرحلة على أرض الواقع، وخاصة أنه عند كل أعلان هدنة بالسابق كنا نشهد عودة شرسة أكثر وكأنها كانت تعتبر كاستراحة محارب أو كتجهيز وتحضير لمعارك أكبر، ما الذي يختلف هذه المرة؟ هل من اختلاف أم نتوقع أيضا أنه بعد انتهاء هذه الهدنة سيعود الوضع أسوأ مما كان عليه؟ إذا كان هنالك خرق إلى الهدنة أو بعد نهايتها بداية الصراع بنشهد اشتباكات في مناطق مختلفة، لكن على الأرض الآن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على عديد من المواقع، وتم يعني تشتيت قوات الدعم السريع إلى مجموعات صغيرة تحتمي الآن بالمناطق السكنية وتحاول أنها تخرج من العاصمة لأنه فقدت خطوط الامداد، فقدت الدعم اللوجستي، وفقدت الاتصال مع قيادتها. هذا الواقع على الارض هو بيفرض انه تنجح هذه الهدنه وبعد هذه الهدنه ان يكون الاشتباكات ليست كسابقاتها. هذا امر جديد طبعا يوضع في الحسبان باعتبار موازين القوى بعد 12 يوم من الصراع المسلح الدائم والمستمر. طيب البعض يسأل أين جهاز الشرطة اليوم من كل ذلك؟ ما خطورة الفراغ الأمني؟ يعني نرى طرفين يتعاركان ولم نسمع أي موقف أو تدخل أو من الأطراف الباقية. طبعا حسب القوانين العسكرية المعروفة أنه عندما يكون هناك صراع عسكري تعمل قوات الشرطة تحت إمرة القوات المسلحة باعتبار انه واجباتها واجبات جنائيه امنيه خاصه بالحراسات، وبالتالي لم تظهر في الاسبوع الاول. الان تم نشرها في الاسواق، تم نشرها في الاقسام، هنالك بعض الاقسام تم الاعتداء عليها من جانب قوات الدعم السريع، اعتدت على مباني الداخليه والسجل المدني في وقت من الاوقات، وبالتالي كونت وزارة الداخلية لجنة للطوارئ لتوزيع الاحتياجات والوقود على المستشفيات واحتياجات التموينية للمواطنين بتنسيق تام مع القوات المسلحة ومع غرفة العمليات التي تشرف على العمليات برئاسة القوات المسلحة. طيب في وقت سابق اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بارتكاب أعمال نهب وقتل عشوائية مرتدين زي الشرطة، في حال صحت هذه الأخبار ما مدى خطورتها وما صعوبة التمييز على أرض الواقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والشرطة؟ يعني عدا عن الزي نتحدث عن مواطنين سودانيين، لا يمكن فعلا التمييز بينهم؟ التمييز واضح طبعا. أولا القوات المسلحة هي معروفة تحركاتها مواقعها وجودها في الطرق وفي الأسواق وقياداتها من الضباط معروفين. ما حدث في الأيام الأولى من الدعم السريع عمليات نهب وإيقاف المواطنين وحتى اللهجات مختلفة، طريقة التعامل مختلفة، وبالتالي تمييز واضح. يعني ما في خلط اصلا ما بين ما يقوم به القوات المسلحه من تامين للمواطن وايصاله الى المناطق التي يريد وتامينه وبين ما يقوم به الطرف الاخر
من عمليات حرق وتدمير للمواقع والمباني. كل الأدخنة والحرائق اللي شهدناها في الأيام الأولى قامت بها القوات المعتدية، يعني لا يمكن للجيش السوداني أنه يدمر المباني ويدمر نفسه بنفسه. هذه لا تحتاج إلى تمييز ولا تحتاج أيضا إلى إثباتات، الأمور واضحة على الأرض والمواطنون يعلمون ذلك جيدا. ولكن دخول هذه المجموعات التي تشتتت في المناطق السكنية هي التي أحدثت هذا الخراب وهذا النهب وهذا الدمار. أشكرك من الخرطوم اللواء أمين مجذوب، الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية.